رئاسة إقليم كردستان تجدد تأكيدها على إجراء انتخابات برلمان كردستان العراق، وتضع مقترحين أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 18 من تشرين الثاني أو 18 من كانون الأول من هذا العام. الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الأول الذي أبدى دعمه لدعوى رئاسة الإقليم، سبقتها مبادرات مكثفة مع الأطراف السياسية الأخرى لإجراء انتخابات برلمان كردستان العراق. نحن في حزب الديمقراطي الكردستاني نؤيد وندعم ونساند إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لتغليب إجراء الانتخابات في موعدها وابتعاد عن الأهداف السياسية من وراء إيجاد عوائق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. جهود الديمقراطي الكردستاني مستمرة في إقناع الأطراف التي تعرقل إجراء الانتخابات لأسباب لم تكشف عنها تلك الأطراف المعترضة. جهات سياسية ألزمت الصمت، بينما جهات أخرى وقفت في صف إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. احنا كاتحاد إسلامي كردستاني مع إجراء انتخابات إقليم كردستان بأسرع وقت ممكن. في نظرنا مع الأسف ليس هناك بديل يعني لمفوضية بغداد، لأن ليس هناك إرادة قوية لإجراء الانتخابات. يعني نحن ننظر أن هناك مماطلات من قبل بعض الجهات لعدم إجراء الانتخابات. مساعي الديمقراطي الكردستاني لإجراء الانتخابات تحظى بتأييد أغلب دول المجتمع الدولي التي تدعو إلى نبذ الخلافات وإجراء انتخابات برلمان كردستان العراق، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الذي قضى بعدم دستورية تمديد عمر برلمان كردستان، الأمر الذي أدخل الإقليم في فراغ دستوري. لا يجوز للإقليم أن يبقى في فراغ دستوري على أمد طويل. إجراء هذه الانتخابات ضرورة ملحة للغاية، ولكن الإشكالية الكبيرة في هذه الحالة تبقى مسألة مدى استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في الإشراف على العملية الانتخابية في إقليم كردستان، سيما وأنها تعاصرت وتزامنت مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وبحسب مراقبين فإنه يجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسم الموضوع قبل انتهاء ولايتها في 7 من كانون الثاني عام 2024. دعوة رئاسة إقليم كردستان لإجراء الانتخابات رسالة إلى الأحزاب الكردية مفادها أن الانتخابات حتمية لا محال منها، والكرة الآن باتت في ملعب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. عاجلا أم آجلا ستبين فيما إذا كان بإمكانها الإشراف على عملية الانتخابات أم لا. لقناة زادروز الفضائية بوارد خاز دهور.